والله خطأ. نعم يعني مثلا خطأ خطأ. زوجاتنا بناتنا خلينا نكون واقعيين. الزوجة ما اشتريها. أنا أول ما أتزوج كان عندي دالوب صغير، الحين عندي 4 دواليب. المقصد شراء كل جديد، كل شيء بجديد. حتى بعض الرجاجيل يبغى جوال جديد، ولا يبغى مثلا سيارة جديدة، ولا يبغى كذا. هذه ترى تنزف الأموال. هذه مو مقتنع باللي عنده، كل شيء يبغى يشتري جديد، ثوب جديد. الناس تمشي مع هالموضوع. تلقى الرجال عنده مثلا 20 شماغ ولا 30 شماغ، 40 ثوب، وبعدين تسأل عن وضعه المادي، قال والله وضعي سيء. مالك من هالشكل. لا لا لا، والجوالات والجوالات بعضهم لازم يشتري من كل مدير. اي هذا مشكلة. والسيارات يا اخي الله انعم عليك، والله اعطاك منافذ الخير كثيرة. يا سلام. يعني تستطيع انك توظف هذا المال اللي عندك في خير لك في الدنيا وفي الآخرة. اي نعم. والعيال المبالغة. انا اعرف واحد يا شيخ محمد اعرفه شخصيا، والله يا ابو صالح لا اله الا الله، كل ما اشوفه ثوب مزركش، شماغ فخمة، ما هو الاول، سيارة زينة، ما هو الاول، لا حقته ديون من هنا الى مكة. هذا هو اللي خرب على نفسه. قلت لا، قلت لا هو اللي سرق حلالك وماله. كبكات فخمة يا ابو صالح، لبس تكوشو متسلفه من ذا ومتسلفه من ذا ومتسلفه من ذا، كلها ديون، كله عشان يشتري الجديد. سمعت هذا يا شيخنا؟ يقول لك العادات تبدي تعلق لي عليها، كل واحدة تعطيها دقيقة دقيقة، لأنها ترى كلام مهم جدا، ودي تسويها حتى أنزلها في اليوتيوب بالحالة. زين. العادات السيئة التي تأكل أموالك بصورة تدريجية وبدون شعور منك. أنا بعدها كلها ثم نأخذ واحدة واحدة نفصل فيها. حلو؟ طيب. يقول الأول شراء الجديد لمجرد أنه جديد، شراء ما لا تحتاجه لمجرد أن عليه تنزيلات. المحل ابو 5 ريال تخفيضات، طاروا بيوتهم مليانه، بيتك مليان يا ابو. ايوه. ثانيا يقول تاكل في الخارج اكثر من تاكل في البيت، تروح كل شوي ماكل من برا 50 100 مطاعم، بينما تاخذ لك دجاجة ما ادري ب 20 ريال تطبخها في البيت وتكفيك يومين 3 ايام اذا كنت بالحاله. اي نعم. ايضا شرب فنجان قهوه خارج البيت يعادل قيمه 10 اكواب داخل البيت. البيت. صح. والله يا شاي، كاس شاي انا لقيته في احدى المطاعم، كاس شاي 30 ريال. لا اله. ومطعم ثاني 50 ريال كاس شاي. مشكله يا اخوي. بعدين كرتون الشاي تاخذه ب10. ايضا الخامس عدم التخطيط لنفقاتك تخطيط جيدا. نرجع لاول شيء، شراء الجديد لمجرد انه جديد. تفضل كابتن. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعل فيه جبلة، وهذه الجبلة هي يعني حب الدنيا. يقول الله سبحانه وتعالى هذا الشطر يذكروني، وتحبون المال حبا جما، لا في آية ثانية، ولكن حب الإنسان لهذه الدنيا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، كلها عن الدنيا. لو قال الله لو أعطي الإنسان واديا من فضة لأراد واديا من ذهب، ولا يملأ فاه إلا التراب. فحرص الإنسان على أن يكون لديه كل جديد في هذه الحياة هو من المفاخرة، من الهياط اللي يصير دائما، من الأشياء الغير المحمودة التي المذمومة. والمذمومة نعم. نعم. التي لا تنافي الشرع، ولكنها لا تستوجب أن تبذل مالك كله في سبيل أن تشتري الشيء الجديد، وتمنع مثلا أهلك أو تمنع نفسك أو تمنع أولادك أو تمنع أقاربك أو تمنع من هم تحت إدارتك من أشياء مهمة في حياتهم. المفترض أنك بدل ما تروح تشتري لك ثوب جديد ولا تشتري سيارة جديدة وانت عندك ما يغطي نفقاتك أو ما يمشي حالك، أن تكسب الأجر، وربما يأتي الله بالفرج من تصدقك مثلا على الفقراء وتصدقك على أقاربك. بعضهم يا كابتن على الضمان، والله على الضمان، يعني يلا يجمع شيء العيالة ثم قالها جوال جديد طار فيه. هذه المشكلة. يمكن وسائل التواصل الاجتماعي في العصر الحاضر هي السبب وراء هذا الشيء. إنسان عاقل، الله معطيك عقل. الله سبحانه وتعالى، أو الناس لما يعرضوا مفاخرهم ويعرضوا يعني الأشياء اللي يسوونها، إحنا اشترينا سيارة جديدة وإحنا اشترينا وأكلنا، أو يصوروا السفرة ممدودة على مد البصر، الناس الثانيين خاصة يحسوا بالغيرة ويحسوا بالشرهة زي ما يقولوا، كيف هم عندهم كذا وإحنا ما نسوي كذا.
فيضطرون يروحوا يتسلفوا أو يتدينوا أو حتى يصرفوا كل الضمان اللي يجيهم في سبيل أنهم ينافسوا فلان يقلدون هذا. طيب النقطة الثانية شراء ما لا تحتاجه لمجرد أن عليه تنزيلات، هذه أغلب البيوت. وخلق الإنسان عجولا. أيوه. الآن أي شخص لما يجي يقول في تخفيضات أو في تنزيلات خلاص كأنه بيروح خلاص ما عاد بيصير تنزيلات في الدنيا ولا عاد بيصير شيء، فيسارع في أنه يحصل على كل أشياء. وقد يكون وهذه تحصل لنا كلنا بلا يعني تحفظ، كلنا نقع، كلنا ذاك الرجل لما يكون فيه التنزيلات أو التخفيضات يعني بعض الأحيان ضغط من الشلة اللي ورانا وبعض الأحيان الحق يا أميرة ترى في تخفيضات عند المحلات أبو خمسة لا يموتكم ترى يا أخوي. أيوة وذيك الطير وبيتها مليان أغراض قبل ينتهي الوقت جمعة البيضاء جمعة البيضاء وممكن نهاية السنة وممكن نلاحظها أنه يعني لما يدخل الشخص سواء الرجل أو امرأة يقول أنا بروح المحل الفلاني علشان أشتري لي مثلا غسالة، ادخل من الباب هذا واطلع من هناك وانا شريت غساله وثلاجه وما ادري وش والى اخره. هذا الشيء يجينا للنقطه الاخيره صح، اللي هي ان ما في ترتيب لاولوياتنا. صحيح صح، ما في اشياء وانا لما اروح المكان الفلاني ومش اللي ابغاه. متى يعني يتاصل هذا الشيء؟ لما الواحد يصير مفلس. أيوه. إذا فلس حس خلاص الآن يجي يقول لما تجي تقول له وش رأيك أنا ودي والله تسلفني أبغى أشتري جوال ولا بشتري، يقول يا أخي وش تبغى بالجوال؟ أنا عندي واحد اثنين ثلاثة أربعة، وتلقاه بالملي يحسبها. سلام. طيب وين سلام. هذا الملي ما طلع يوم كانت عندك الدراهم؟ إدارة المال مع إدارة الوقت تعطي حياة أفضل وحياة أجمل سواء لك أو عليك. لغيرك، وتعفك من طلب الناس. والشيء المهم وهذا يمكن نختم فيه، حرمنا الصدقة. أيوة سلام عليك. حرمنا الصدقة. لو أننا نتصدق، أنا أولكم، لو أننا نتصدق لبارك الله فيما نملك. والله صدقت. وسلامت. سلام. الثاني يا كابتن يقول لك شرب فنجان قهوة خارج البيت يعادل قيمة 10 أكواب داخل البيت. وأكثر بعد. أو أكثر. أنا والله أتكلم عن نفسي يعني ولا أثري عن نفسي استغفر الله، ما أحب المطاعم ولا الكافيهات، لكن يعزموني أصحابها يا أبو صالح عشان أسوي لهم إعلان، إعلان مجاني أدعمهم. لكن أنا أقول مثل وضع خاصة لوضع المالي متوسط أو أقل، واشتري من المطاعم وهالمقاهي. والله يا جلسة مع الزوجة ومع البنات والعيال وقهوة إنها ولا مطاعم الدنيا كلها. خلنا نكون أكثر إنصاف، إحنا ما نقول لا تروح، لا تقدر تروح، لكن روح مثلا في الشهر مرة مرتين بالكثير، يا سلام غير جو. لكن أما أنه تروح يعني خليني أعطيك مثال، وأنا رايح من الرياض للدمام أمر على بعض المقاهي، بعض المقاهي حق السيارة، أنت مسافر ما نقول شيء، فيه لك بيت اثنين جنب بعض واحد يعطيك ب 25 ريال الكوب قهوة بلاك كافي، واللي جنبه يعطيك ب 3 ريال. يا سلام. طيب علشان بس البراند هذا اللي صار، أيوة. القهوة نفسها والسكر نفسه وكل شيء نفسه، وش الفرق بس عشان براند وزيها؟ طيب لو جينا مثلا ورحنا للبنزين، يعني الدول اللي برا ترى ما هو زينا، ما شاء الله محمد اليوم